السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في الدرس السابق اشتغلنا على custom room tag تظهر فيها الفينيشز أو التشطيبات في برنامج الرفات، وفي الوصف الفيديو في ملف الفاميلي مجانا ممكن تنزلها، ظهر لك الآن رابط الفيديو على الشاشة وحطيت لك الرابط في الوصف. الفيديو اليوم بنشتغل أيضا على custom room tag للتشطيبات، بس بنسويها بطريقة مختلفة، بتكون ككتابات وبنشوف كذا طريقة لإضافة المعلومات عليها وكيف نتحكم فيها، وممكن تنزل ملف مجان للفاميلي اللي بننشأها في هذا الفيديو من الرابط في الوصف. وقبل لا نبدأ أيضا أحب أقول لك أنه في درس سابق تكلمنا فيه عن روم تاج، أضفنا لها أوتوماتيك دايمنشن لطول وعرض الغرفة. لو تحب ترجع لهذا الدرس ظاهر لك الآن رابط الفيديو على الشاشة وتركت لك الرابط في الوصف مع الروابط. أما الآن خلونا ننتقل للرفت ونبدأ درس اليوم. نبدأ باختيار التمبلت الصحيح اللي نبدأ فيه للروم تاج من قائمة فايل، نروح لي النيو، ومن هنا ممكن نختار فاميلي، وبعدها ندخل للانجليش اللي هو المتريك، وبعدها نروح للانوتيشن ونختار متريك روم تاج. في طريقة أسهل أسرع توصلنا لداخل الملف إنه من فايل نيو على طول انوتيشن سمبل بالضبط على طول يدخلنا للملف، نختار متريك روم تاج ونضغط على اوبن، نستنى لما يفتح الملف بيكون عندنا بس هذا الاكسس الاثنين. من قائمة كرييت عندنا التكست، نبدأ نحط اللي هو اسم ورقم الغرفة، نختار ليبل وبعدها نضغط على المكان فاضي من هنا، من هنا نختار البارامتر اللي نبغى نضيفها، نختار نيم، وبعدها لو تحب تضيف النمبر نضغط على النمبر ونضيفه هنا. لو نبغى كل واحدة تكون بسطر نضغط على بريك، لو ضغطنا على بريك نضغطنا على اوكي بتكون كذا تحت بعض، بس احنا ما نبغاها بهذا الشكل، نضغط على اسكيب نختارها مرة ثانية، نضغط على edit label من هنا او من هنا نشيل هذا البريك. بعدها في رقم الغرفة نبغى نخلي فيه قوس قبلها في البريفكس والسفكس، نحط ايضا قوس، نسكر القوس عشان يكون اسم الغرفة الاسم تحتها النمبر داخل قوسين بس كبرزنتيشن، نضغط على اوكي صارت بهذا الشكل. من البروبرتيز بنعدل على اشياء، بنخليها تكون في اللفت تكون تجي على اليسار، الفيرتيكال الاين بدل ما يكون في الميدل يكون في التوب، لا يكون في البوتم، بحيث اننا لو كتبنا كلام صار اكثر يعني او صارت الكلام اكثر من هذا البوكس او اطول ما ينزل التكست على تحت ويغطي لي على المعلومات، لا يطلع على فوق. مثلا تكون برايفت انترنس او اسم طويل على طول يكون الانترنس موجوده هنا لكن البرايفت هي اللي تطلع على فوق بهذا الشكل. بعدها نسوي لها موف دراج تكون هنا، نعدل على البرزنتيشن اكثر، نضغط على edit type نسوي دوبليكيت، نصغرها شوي نخليها مثلا 2.5 التكست لو كان المشروع صغير، نضغط على اوكي، ممكن نغير على نوع الخط لو نحب اي خط ثاني من هنا. يهمنا هنا انه نختار transparent background عشان لو كان في شيء من الفرنتشر تحته او في اي شيء مهم باب ما تغطي عليه، خصوصا لما يكون مثلا باثروم او حمام او شيء صغير ما تكون التاج تغطي على الأشياء المهمة في المخطط. نصغر التكست نخليه مثلا 2.5 وبعدها نخليه بولد ونخليه أندرلاين، ولو تبغى يتالك حطها على هذه صح، ونضغط على أوكي. فسوينا احنا الحين الخطوة الأولى بس اسم ورقم الغرفة، الحين بنحط بليبل ثاني من كرييت، نضغط على ليبل ونضغط بنشوف هذا اللاين بيساعدنا نخليهم ألاين مع بعض، نضغط على هنا نضيف المعلومات، نبغى مثلا السيلينج فينش ونبغى الوول فينش والفلور، نرتبها بهذا الأسهم، يعني مثلا أول شيء نبغى الفلور أو نبغى أول شيء الوول بهذا الأسهم، إنه مثلا يكون الفلور أول بعدها الوول بعدها السيلينج. من هنا أيضا بنغير الفلور فينش، بنضيف قبلها بريفكس نكتبها أو نسوي لها كوبي بيست، بعدها نضغط النقطتين هذه ونخلي ونحط مسافة، وبعدها الول فينش نفس الشيء كوبي من هنا نحطها بيست، نضغط على النقطتين ونسوي مسافة عشان يكون مكتوب عندنا فلور فينش نقطتين بعدين في مسافة بعدين يكون مكتوب اسم الماتيريال اللي احنا نبغاها. بعدها للسيلينج ناخذها نفس الشيء كوبي بيست نقطتين ونحط مسافة. طبعا نختار البريك عشان ما تكون كلها مكتوبة جنب بعض، لو ضغطنا على اوكي تكون بهذا الشكل كلها جنب بعض، يعني لو مدينا هذا البوكس اكثر كلها بتكون جنب بعض، فلا بنعدل عليها، نضغط على الادت تايب ونختار من هنا بريك بريك، نضغط على اوكي عشان تكون تحت بعض.
بعدها في نفس الشيء من البروبرتيز بنعدل على البرزنتيشن، ما نبغاها في الميدل، نبغاها تكون في اللفت، نحركها عشان تكون الاين مع الاسم. وايضا احنا اخذنا هذا انه يكون في البوتم ويطلع على الاعلى الكتابات، هذا بنخليه العكس، يعني نخليه على التوب نرفعها على تحت، بعدها نخليه في التوب خلاص بهذا الشكل. وبنصغرها عن الثلاثة، نضغط على edit type، نضغط على duplicate، نبغاها تكون 1.5، نمسحها اوكي. من هنا نغير، نخلي التكست سايز مثلا 1.5 عشان تصير اصغر، وما نبغاها لا تكون bold ولا italic ولا underline، بس كذا، بس اهم شيء نخليها transparent الباك جراوند، ونضغط على اوكي. فصارت عندي بهذا الشكل، ممكن نرفعها مثلا بهذا الشكل. الان قبل لا نطلع من هذا البوكس، ممكن نضيف على ليبل ثانيه، لو حبينا مثلا نضيف اريا ولا اوتوماتيك دايمنشن، نسويها مع بعض. نضغط على الاديت ليبل، ممكن نضيف الاريا لو نحب نرفعها فوق، طبعا في الاسهم. لو نبغى نكتب يكون نفس الشيء مكتوب اريا، نحط نقطتين ومسافه. لو نبغى نضيف دايمنشن، طبعا احنا تعلمنا انه اللينث والويدث ما راح تكون موجوده هنا، نضغط على الاف اكس، من هنا نضيف اللينث. نغير من النمبر اللينث، وهنا الفورمولا بناخذها من وصف الفيديو السابق اللي هي هذه، نضغط على كوبي، نرجع للربت، نحط اوكي. احنا اضفنا اللينث، نرفعها على فوق، بعدها نبغى نضيف الويدث، نفس الشيء نضغط عليها، نكتب ويدث. من هنا بنغير من نمبر للينث. الفورمولا ممكن نسويها كوبي بيست ايضا من الفيديو السابق، حددنا عليها، نحطها هنا بيست، ونضغط على اوكي، ونرفعها على فوق. وبينهم ما نبغى يكون في بريك، بس بعد الويدث نبغى في بريك بينه وبين الفلور فينش. من هنا ممكن نكتب ايضا قبلهم، نكتب مثلا دايمنشن، ومسافة، ونضغط على اوكي. نحتاج بعد الاريا يكون في بريك، فتكون زي كذا. تقريبا سويناها بهذا الشكل. الان بنشوف لو اضفناها للبروجكت كيف يكون شكلها. ممكن نرفعها شوي او ننزل هذا شوي بحيث انها تكون شوي قريبة لها، مثلا بهذا الشكل. الان نسوي اي بروجكت بسيط بس عشان نضيف عليه ونشوف كيف نتعامل معها. نروح من فايل، نختار النيو، نختار بروجكت المتريك اركيتكتشر تمبلت، ونضغط على اوكي. قبلها خلونا نرجع ونسيف هذا الفاميلي عشان تكون باسم الصحيح. نضغط على السيف، نختار اللوكيشن اللي نبغى نحفظها فيه، مثلا project finish room tag، بس نحط قبلها مثلا 01 عشان نعرف ان هذا اللي سويناها مع بعض في الفيديو، ونضغط على سيف. قبل نسوي لها load into project بنحط x بين length والwidth، نحدد على الليبل، نضغط على edit label اما من هنا او من properties من هنا. بعد في length من هنا نضغط نسوي مسافة، ونضغط على x، ونضغط على اوكي عشان لما تكون مثلا عندنا 5x7 او 8x4 يعني يكون في بينهم x، نضغط على اوكي. كذا صارت جاهزة، نختار هذا الاختيار load into project. من هنا نبدأ نشتغل على اي project بسيط، نضغط على الـ UN للـ unit، وبعدها نغير مثلا الـ unit اما للمتر او متر وسنتيمتر، ونضغط على اوكي. اوكي يعني وحدة القياس اللي تفضل تشتغل فيها. ونروح لوحدة من الـ elevation بس عشان نضيف level، نضغط على LL ونضيف level. بعدها نروح للبلان مثلا ليفل 1، نضغط دبليو اي للوولز، او من الاركتكتشر نختار وول بس نرسم اي غرفة عشان تبان معنا، او غرفتين، نضغط على دبليو اي مرة ثانية، نضيفها بهذا الشكل. بعدها نحدد على الوولز، والبروبرتيز نخليهم من ليفل 1 لليفل 3 بس عشان نضيف بعض الرومز ونشوف شكلها. طبعا ما نقدر نضيف روم تاج بدون روم، يعني لو جينا اخترنا تاج ما راح نقدر نضيفه والروم ما هي موجوده. فاللي بنسوي نضغط على اسكيب، ومن الاركيتكتشر نضيف روم، نضغط عليها
صارت عندي بهذا الشكل. طبعا لو احنا ملاحظين ما في معلومات الفينيشز لانه لسه ما سوينا لها اساين، يعني لما نكتبها بتكون ظاهرة عندنا. ممكن نحركها بحيث انها تكون هذا بهذا الشكل. نروح الليفل 2 وايضا نضيف هنا روم وهنا روم. لما نروح نبغى نضيف المعلومات في كذا طريقة نضيف فيها المعلومات. الطريقة الأولى إن نحدد على الروم نفسها، ومن البروبرتيز ندخل المعلومات من هنا، بيكون عندنا السيلينج والوول والفلور فينيشز نكتبها من هنا. ممكن أيضا نكتب اسم الغرفة من هنا ورقمها من هنا. اللي ما رح نقدر نتحكم فيه اللي هي الدايمنشنز والأريا لأنها أوتوماتيك طبعا زي ما أنتم عارفين كيف رفت يشتغل. الطريقة الثانية اللي ممكن نتحكم فيها ونكتب المعلومات إن نضغط على الليبل نفسها بهذا الشكل، نضغط عليها بتكون عندنا المعلومات ونقدر نكتب الفاليوز هنا. مثلا الفلور فينيش لو نبغاها وود، لو الوول مثلا نبغاه وول بيبر او بينت ممكن نختار بينت نسوي لها كوبي، وايضا مثلا ستيلينج بينت، فبتكون عندنا مكتوبة بهذا الشكل. برزنتيشن جدا شكله لطيف ومرتب، يعني المشاريع الصغيرة مرة تليق عليهم الاشياء اللي زي كذا. في طريقة ثانية ممكن نضيف منها المعلومات، أو طريقة ثالثة. الأولى طبعا قلنا نحدد على الروم نفسها ونضيف المعلومات من هنا، أو أن نضغط على الليبل ونكتب المعلومات. في طريقة ثانية أنه إحنا أو ثالثة أن نضيفها من الجداول، نروح للسكيدولز والكوانتيتيز من البروجكت براوزر ونختار في الماوس رايت كليك اختار نيو سكيدولز أند كوانتيتي، نضغط على حرف الآر عشان ينزلنا للروم، نضغط على الرومز، نضغط على أوكي. بعدها نضيف الأشياء اللي إحنا نبغاها، مثلاً في البداية نبغى الليفل، وبعدها مثلاً اسم الغرفة ورقمها، بعدها ممكن نضيف الأريا، وممكن نضيف بعدها الفلور فينيش والوول والسيلينج بهذا الشكل بالأسهم. أو ممكن إنك لو تبغى تضيفها تضغط عليها دبل كليك فانضافت. لو تبغى ترتبهم بأي طريقة ممكن ترتب بهذا الأسهم، بس كذا صارت عندنا توقع مرتبة. بعدها sorting and grouping نختار انه levels، نختار header، لو نبغى black line نضغط عليها، وبعدها نضغط على OK. فكذا صارت عندنا الجدول ونقدر نضيف المعلومات هنا بطريقة جدا سهلة وبسيطة. لو نبغى نكتب طبعا اول ما تكتب شيء من الماتيريالز بتكون موجودة عندك وتضيفها كذا كأنه drop down، لكن لو ما هي موجودة بتكتب مثلا carpet مثلا كتبناها هنا. لو نبغى شيء ثاني ممكن نكتب، بس نحط المعلومات من هنا. لو مثلا الفلور فينيش في كونكريت او اي ماتيريا ثانيه سيراميك، وبعدها نختار ممكن نخلي الباقيين كلهم بينت. طبعا لو اضفت المعلومه باي مكان تلاقيها جاهزه على طول، لو رحنا للبلانز موجوده، لو حددناها بتكون في البروبرتيز موجوده. يعني هذه كل الطرق ممكن نضيف فيها المعلومات ونتحكم فيها، بس ممكن الجدول يكون اسهل. وايضا لو في معلومه انت لسه ما انت متاكد منها، مثلا السيلينج هنا ما انت متاكد منه تبغى تضيفها من المعلومات، لو بس حذفتها راح يكون عندك البرزنتيشن مرتب، السيلينج فينش اصلا ما راح يكتبه لك، فبيكون بهذا الشكل. يعني ما راح يكون مكتوب سيلينج فينش نقطتين ما في شيء، لا بتكون بهذا الشكل. وطبعا بالجدول بتكون ممسوحه، لو تجي لو تاكدت من معلوماتك ممكن تجي بعدها وتضيفها. ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه أشعرني بالضغط على زر الإعجاب، وبكذا يكون تساعد إن هذه الدروس تعرض من قبل اليوتيوب على جمهور أكبر، وأكيد بكون شاكرة ومقدرة لدعمك الدائم. ولا تنسى تتفرج على الفيديوهات السابقة. إذا كان عندك أي سؤال استفسار أو اقتراح لا تتردد بمشاركته في التعليقات، وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. وأخيرا لو بتسمعني لهذه اللحظة أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.